السلام عليكم. أنا علي راشد دعيفس، عمري 14 سنة. شخباركم؟ أنا بعد بخير وماما بعد بخير. أنا أحب ماما وايد، وأكيد كلكم تحبون أمهاتكم، وأكيد بعد تسوون أشياء تخليهم يعصبون ويتضايجون بس بعد تحبونهم، وأنا بعد نفسكم بس بعد أحبها. أسوأ شيء يوم تقولنا أنا وأختي اليوم بنطلع، وتكون الساعة 12:30 وتقولنا 4:30 أبيكم ياسين أنتوا الهنتين بعبيكم في الصالة. تنش ماما 4:30 تشوفنا أنا وأختي في الحجرة، ندور وندور وندور وندور، ماما يلا يا عليا يلا يا عاشة، يلا يا عليا يلا يا عاشة، وإحنا ندور وندور وندور. أكيد كلكم تسألون هاي شو تدور هالكثر؟ أنا بروحي ما بعارفة شو أدور، ما بعارفة شو ألبس حق المكان اللي بسير له. الكبت قدامي والثياب كلها قدامي، ولا أبدل وألبس مرة ثانية وأبدل وألبس مرة ثانية، والحجرة تستوي لايثة وماما تعصب زيادة. فأنا فكرت قلت ليش ألبس هالبدلة حق هالمناسبة، وليش ألبس هاللبس حق هالمكان. تميت أفكر في كل هالأشياء بروحي وقلت ليش ما يكون عند كل وحدة فينا الديزاينر الخاص فيها. سارت منا سار وراها، سارت منا صار وراها، واي شيء تبا يسويها اياه. الحين انا بتخيل الديزاينر واقف حذالي يقول لي البسي هذا زين عليك، لا لا هذا مو بشيء، هذا يناسبك. تخيل لو هالشيء يستوي في الصدق، صراحه لو هالشيء كان موجود انا وايد بستانس. لو كان هالشيء موجود انا ابغي الديزاينر مالي يكون في جيبي. وشوفي جيوبكم، تليفوناتكم، وشوف هالتليفونات أب، ومن هالأبس أب فاشن ميلون اللي هو أنا فكرت فيه، وأتوقع بيساعد كل بنت تعاني من نفس مشكلتي اللي تتأخر على المكان اللي بتصير له بحجة إنها ما بعارفة شو تلبس. هالأب بيطلب منكم أشياء عديدة، نفس مواصفاتك، يعني وزنك، طولك، لون بشرك، أشياء تخصك، عشان مي يختار لك اللبس يختار على حسب مواصفاتك أنتي. وبعد بيطلب منك انك تصورين كل ثيابك اللي في الكبت. ففي طريقتين، يا انك تصورينه بالطريقه الاولى اللي هي تطلعين اللبس وتحطينه وتصورينه وتردين تعلقينه وتطلعين اللي عقبه وتصورين وبتاخذين وايد وقت، او في طريقه ثانيه اللي هي تصورين الكود اللي موجود على البدله، وبيطلع لك بتطلع لك الصوره على طول في التليفون. على اساس ان احنا بنكون متفقين ويا المحلات ان اي لبس انت تاخذينه يكون ويا كود وتطلع الصوره على طول في التليفون. في حال اللبس اللي انا اخذته مو من المحلات اللي متفقين وياها، تردين للطريقه الاولى اللي هي تصورين وتردين. وهذا كيف يشتغل هذا الاب؟ وايد سهل وايد بسيط، بس تحطين المكان اللي بتسيري له وهو على طول بيطلع لك اللبس المناسب في 3 ثواني. اوكي طلع لي لبس وانا مو بعايبني هاللبس اللي هو طلع لي، شو اسوي؟ ادق هاي العلامه ويبدل لي اللبس لين ما يعيبني اللبس اللي انا اباه. في وايد مميزات في هذا الاب، من هاي المميزات ميزه الغسيل. انا رديت الحين من الطلعه ولبسي خايس بعقه في الغسيل. هذا الاب كيف يعرف ان هذا اللبس في الغسيل وما يختار لي هذا اللبس مره ثانيه؟ هاي العلامه بتطلع على اللبس انه ما يختار لك اياه مره ثانيه. يعني كيف تلبسين بدله مبلوله ما يستوي. وفي بعد ميزه ثانيه اللي هي ميزه الفيفرتس. انا عندي بنطلون وايد احبه وايد ارتاح يوم البسه، فأحطه في قائمة الفيفوريتس وهو يختار لي باستمرار. وفي بعد خاصية اللي هي الشوبينج. أي بنت طبيعية بتشيل اللبس وبتسير غرفة القياس بتقايسه، أو طلع عود عليها بترد مكانه بتاخذ أصغر لين ما يناسبها اللبس. هذا الآب بيساعدك وايد وبيخلي عملية التسوق عندك أسرع. فمجرد انك تصورين اللبس اللي انت تبينه ويطلع لك كيف بيكون عليك في الاب،
ما له داعي يعني تصيري غرفة القياس وتقاسي بيطالع لك اياه كيف يكون على اساس ان عنده مواصفاتك اصلا في التليفون. الشباب اللي هني يقولون احنا شو وضعنا هني، هي مو بياس تكلمنا ابدا. ان شاء الله اذا طبقت هاي الفكره بيكون حتى في تحديث حقكم انتم وحق الاطفال وكل حد ان شاء الله بيستخدمه. اتمنى ان هذا الشيء يستوي في الصدق او هاي الفكره تطبق، لان اذا طرحت هاي الفكره قبل 20 او 30 سنه ممكن تكون حلم ويتبخر، لكن الحين احنا في عصر التكنولوجيا ممكن تتحقق هاي الفكره وتستوي في الصدق. وصراحه انا برتاح وكلكم بترتاحون، امهاتنا بعد بيرتاحون وما بيعصبوا علينا مره ثانيه. شكرا.